صوتك اللي قايد سموك فزع الامارات لانك على الفزعات رايد يا حر لك مركب وطلعات عزمك يروض كل قايد سموك فزع الامارات لانك على الفزعات رايد انطلاقة مميزة لعالم الأصايل من ميدان المرموم. أهلا بكم في الأصايل الذي دائما ما يستقطب جميع الأحداث الهامة في عالم الهجن. مهرجان الأغلى في هذا التوقيت من كل عام في شهر فبراير. مهرجان سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة. أهلا بكم في برنامج جماهير الهجن، برنامج الأصايل.
محبه محمد وفيه تولعت ولا مل في والي العهد الامين في المرحوم ناس الجمعات واكبر الموسم بحصد الحاصدين بسم الله الرحمن الرحيم. طاب يومكم مشاهدينا الكرام متابعينا عبر برنامج الأصايل عبر قناة دبي ريسينج ومواكبة للحدث الأهم في كل عام في نفس هذا التوقيت في عالم سباقات الهجن وهو مهرجان سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة. شهدنا منافسات منذ 2 فبراير وحتى يومنا هذا 9 فبراير ومستمرين في الأحداث الهامة والسباقات الغالية والتي تستقطب كل عشاق عالم سباقات الهجن. في هذا المهرجان شهدنا الكثير من المفاجآت وشهدنا الكثير من الإنجازات وأهمها الدعم الكبير من قبل راعي هذا المهرجان فزاع المكارم فزاع الخير فزاع العطاء لعالم سباقات الهجن. أهلا بكم معنا في يوم الثنايا لمنافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ اليوم الذي سنستعرض به الكثير من الإنجازات وكذلك الكثير من إنجازات يوم أمس لمنافسات الثنايا ورموز الثنايا لهجن أبناء القبائل. نبدأ بالترحيب مشاهدينا الكرام على محللينا الأفاضل من خلال هذه الحلقة المحللين الذين رافقونا طيلة أيام هذا المهرجان الكبير مهرجان سمو ولي العهد للهجن العربية الأصيلة. نبدأ بن اليمين ونبدأ كذلك بخلف بن ساري بن بلوش. رحب بك يعني أبو سلامة. الله يرحب بك على فضله يا أبو خليفة. مسي عليك ومسي على أخواننا المحللين كل واحد باسمه أبو حمد أبو سالم أبو هيا. مسي على متابعينا أمام الشاشات. رحب كذلك بعبد الله بن حمد بن بهيان. بحمد يا مرحبا ومسهلا ابو خليفه مساك الله بالخير واسعد الله مساكم محللين اخوان شمع ابو سلام وابو سالم وابو هيا والساده المشاهدين امام الشاشات يا مرحبا ومسهلا بالمتابعين. نرحب بالشاعر مبارك بن فعيل بن مزروعي. ابو هيا مساء الخير. مسيت بالنور والسرور. امسي عليك وعلى الاخوان المتواجدين وعلى المشاهدين من خلف الشاشات يا اخي عصام. علي بن سالم ابو داود الدرعي. ابو سالم يا مرحبا بك. مرحبا يا ابو خليفه. مسي عليك وعلى ابو حمد وابو هيا وابو سلامه وعلى جميع متابعينا عبر قناه دبي ريسنج. نتمنى إن شاء الله متابعة شيقة للجميع. نعم. قبل الحديث مشاهدين الكرام عن أشواط الصباح وما حدث وجرى في منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في هذا الصباح الباكر دعونا نعرج أو نسترجع سويا ما حدث يوم أمس في رموز الثنايا في منافسات أبناء القبائل. شهدنا منافسات كبيرة للأمانة والأمتع أننا رأينا الكثير من التحديات على أرض الواقع في ميدان المرموم ونقول الناموس لكل من سبق وانتزع الرموز
وكذلك الناموس للي ما حالفه الحظ على مشاركته وعلى الأداء القوي اللي قدمه في عالم سباقات الهجن وفي منافسات رموز الثنايا. أبو سلامة بالأمس كانت منافسات كبيرة من الشوط الأول حتى الشوط الرابع، حربة كانت على الوعد، نايف كان على الوعد، رغد كانت على الوعد، وكذلك الشوط مفوض كان على الوعد. يعني أربع أسماء كما كانت الترشيحات منصبة نحوها بشكل كبير، أتت هذه الأسماء مثل ما كانت الترشيحات. صحيح أبو خليفة، نحن في البداية نمسي على الجميع ونقولهم بيض الله وجوهكم على التحضير المميز والناموس لكل الإخوان اللي تنومسوا. الحقيقة تقال بأن أمس بيوم أمس كان يوم حافل بالندية بالتنافس بالإثارة بكل ما تحمله كلمة التنافس والتحدي من إثارة. نعم. فراحة استطاعت حربة انتزاع الشوط الأول والشوط الرئيسي للثنايا بتوقيت زمني مميز، بتوقيت زمني نستطيع أن نقول هذا التوقيت لأول مرة يسجل تقريبا مكان الأفضل على مستوى أبناء القبائل. تنحدر سلالتها من سلالة بعيرة أحمد الشيخ أحمد بن محمد طلوع، مشراية من عند بن منانة، هذه المتوجة البطلة أفرحت جماهيرها وأفرحت محبينها وأفرحت مالكها. نعم كانت صراحة في تنافس في الأمتار الأخيرة ما بينها وما بين هملولة، كذلك نهني مالك هملولة سعادة فري بن حمودة الظاهري، وكان يعني يوم حافل يوم حاسم طال عمرك في بداية السن الكبير، واستطاع نايف كذلك انتزاع الشوط الرئيسي للثنايا قعدان وإهداء مالكه صعب المضمرين سعادة محمد سلطان بن مرخان، وكذلك رغد تهدي أنجال راشد بن غدير الكتبي ناموس الانتاج شوط الأبكار الانتاج، نهديهم الناموس من هذا المنبر الإعلامي ومن برنامج الأصايل، نقولهم هذه محبوبة الجماهير، هذه البكرة اللي راهن عليها كل الجروبات بدون اختلاف، وراهن عليها الصغير والكبير، أسعدت جماهيرها واستطاعت سلالة مشاكل المملوك لسعادة محمد راشد بن غدير يثبت في السن الصغير ويثبت في السن الكبير. هذه البكرة طال عمرك اللي بالفعل شفنا جمهورها طال عمرك في الميدان كان متابع وعبر وسائل التواصل، وشفنا لقطات حية مباشرة وكانت اتصالات تينا من كل مكان سواء في الدولة أو من خارج الدولة أو حتى بعد من الدول الأوروبية، ويتنا اتصالات من أمريكا تهني محمد راشد بن غدير بفوز رغد، وكذلك مفوض نهدي مالكه الناموس ونقول له بيض الله وجهك ويكرر إنجاز بعد إنجاز. وسلالة التبر طال عمرك سلالة مميزة غنية عن التعريف، طال عمرك سلالة شاهين الكليلي وأمة سودانية، نزف لها الناموس ونقول لهم بيض الله وجوهكم على حضور مثل هذا الحلال وحضور مثل هذه التيمات في مهرجان يستحق منا جميعا أن نوجه الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد اللي أتاح لمجتمعنا طال عمرك لأبناء القبائل الحضور وتحضير السباق طال عمرك. نعم. في مهرجان طال عمرك يستحق كل الإشادة والتقدير. أبو حمد بالأمس ما كنا ننتظر مفاجآت لكن ما حذفت هذه المفاجآت رغم أن الأشواط كانت تكتيكية بدرجة كبيرة. بالفعل أبو خليفة دائما في سن الكبار، أبو خليفة احنا البارح في سن الثنايا. نعم. دائما في سن الكبار عنصر مفاجأة يكون أقل لأن الركاب يصبح أن ركبهم ثابت مطيم من ترتفع من سن اللقاية ما فوق أو من سن الإذاعة ما فوق يثبت ركبها. صحيح. فعنصر مفاجأة أغلب الأحيان يوالد يكون في 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 سن الحقائق واللقاية، والركاب اللي انطرنا وخذنا الرموز انطرنا قبل الركض في الترشيحات وخذنا الرموز هن مرشحات من قبل وهن لهم ماضي طيب، مثل رغد رغد تضيف الرمز الرابع، مثل نايف بطل الموسم في هذا الموسم يضيف الرمز الثالث في مسيرته في هذا الموسم. نعم. كذلك مثل مفوض ما أخذ رمزه في الكبرى ويضيف الرمز الثاني، حرب كذلك ماضيها طيب وانتقلت ملكيته، وكنا نتكلم قبل ركض عن اسم حرب يوم بدأ حطها سعيد يابر، سعيد يابر هذا اسم جدا مقرب له على سماها تيمنا بحربة السيوف. نعم. الركاب ذي أبو خليفة في سن الثنايا في الحول يعني
نسبة الترشيح يوم ترشح نسبة الإصابة في الترشيح أنك تصيب الترشيح 90-95%، لأن ركابة ركضهم ثابت ومستواهم ثابت، مشاركات اللي مرت أنت ترشح بناء عليها. فنهنيهم أنه مسلم، واللي سبقا ما بغريبة سبق عليها نبونها الراعي رموز يعرفن هالأشواط، وعادنا الكرة في هذا المساء ونهنيهم ونباركهم كذلك مرة ثانية. وهي كم شوط جبت البارحة في الترشيحات؟ شوطين وشوط ثالث لفحة. شوطين وشوط ثالث قربت على المراكز الأولى؟ والله كم نقطع عندك؟ مثل ما قلت توقعات، يعني 90% من الجمهور الحلال اللي نحن رشحناها يترشح. نعم. إصابة، وممكن فيه حلال يعني ما يفي مستواه، ولكن أكثر الحلال اللي رشحه الجمهور صاب بنسبة 90-95%، ممكن اختلاف اسم مع اسمين، الاسم اللي نختلف عليه يا ثاني يا ثالث، هم الأولى فراي بن حمودة العالم كله أكثر أجزمت عليها، يا الثاني طلاء اللي هي حربة الأول، لفحة ثالث، فهذه دائرة الترشيحات كانت. لأنكم رشحوا حربة البارحة، ما رشحتوا حربة؟ والله رشحوا الجمهور الخارجي حربة، بعد خلاص عطوها الثقل كله، نحن خلنا نثقل عليها بعد ونعرقلها. نحن نبغى الجمهور الداخلي. والله الجمهور الداخلي طال عمرك انا مرشحين البارحة هملولة، يعني انت كنت لازم تبدأ بها اللي هي حربة ترشحها، لازم تغرق عنا، انت بريح تتبع دروبنا، لا تتبع دربنا، راح سوي لك. والله اني كنت مرشح حربة، غيرت تشيح قبل ما طرش هذا، غيرت حطيت هملولة. من طيب حظك الحمد لله انك رشح، لا غير كلنا يترشح. انتوا يا حظكم كل واحد يعني يرشح شوط، انا تتلخبط الموازين عندي. لا ما أنا أشوف كل واحد يرعى المرشح. البارحة كان مفترق طرف الترشيح، نعم الناس ما شاء الله أكثرها يعني اللي رشحت حالفه، يعني ما حالف الحظ، جانب من الحظ، يعني ما فرط يا ثاني ولا يا ثالث مثل ما تفضل بوهيا. يقول سعد بن مرسان دور على اللي منها الناس تحتار، فمرت على اللجنة 80 مرة، شقرة دقيقة عنك وتسد الأنظار وبتشد الانظار، لا من مشت ما تقول في القاع جره، الشوط الاول شوطها سر وجهار، كانها تقول الرمز عندي مقره، كانها تقول الرمز عندي مقره. سعد بن مرسان الهاجري من هذا المنبر، الشاعر صراحه دائما مبدع في خص في مجال الهجر، يستاهل. عاشق سلالة جبار وعاشق السلالة الهملولية. نعم نروح نشوف ترتيب المحللين، جدول ترتيب المحللين. ابو سالم شو توقعات؟ ابو سلام الحين بالصوت بس نعاطي، وبعده ما حرك ترى. لا عاد الحين عند ال 800 الاخيره عدلين فيه قدام كاسرين، هم قبل يعمل اصل الحين. لا نشوف جدول الترشيح. اقول لك دائما في مخالفه، في دفاع ما يقول عبد الرحمن. نعم كان دفعت وفهمت الربع هذا كله ويا ابو سلام من الحين قدنا واصلين. ما يقول عبد الرحمن امين 1200 الحين لازم نصير صوب الظفره. لا والله نبي هالرقيعات، يا بل مو عليه والله هالرقيعات، والله انهم يخوفون، والله انهم يخوفون ترى، وعندهم فنش قوي ترى. نشوف الفيديو مشاهدينا الكرام، جدول ترتيب المحللين ومن ثم الكروبات نشوف. جدول ترتيب نقاط المحللين. المركز الأول خلف ساري بن بلوش 34 نقطة. المركز الثاني علي بن سالم بوداود الدرعي 33 نقطة. المركز الثالث عصام الخامري 30 نقطة. المركز الرابع عبد الله بن حمد بن بهيان 28 نقطة. المركز الخامس مبارك بن سعيد بن مزروعي 26 نقطة. المركز السادس رامس بن محمد العامري 25 نقطة.
بعدكم كلكم ترى في صلب المنافسة أبو سالم، يعني نقطة بينك وبين أبو سلامة. والله أبو سلامة يستاهل، والله يوفجه، وأخ وعزيز وغالي، وإذا طعم ركفاز احنا بنهنيه وبنبارك له. وهذا طعمك الفكرة اللي بدت المجموعة العلمية المتقدمة تشكر للأمانة، لأنهم عملوا تنافس سواء بين المحللين أو التواصل الاجتماعي، فهذا كلها تصب في مصلحة أهل الركض، وإحنا إن شاء الله مجتهدين، وباقي 4 أشواط والنصيب عند الله، واللي بيفوز طعمك بنهنيه. وهالغربية بونهم هالفوز وهالرموز وهالطعامة ناموس. لكن في اتفاق ما بينه وبين أبو هيا، أبو هيا دفع خدم الشوط. أبو هيا طعمك خدم الترشيح عفوا، تهوى الغربية غير تهويته، لازم من تيم الغربية طعمك تيم هوي عطول. أبو سلامة راح ورد هاي أبو سلامة طعمك أبو سلامة حتى بعد في الجروبات قوي ترى أبو سلامة، لا تستغربون عليه هم سلاطة بيرق أظافر. نعم بيغلب نقاط الترشيح. نعم ريان متصدر طول عمرك. أبو سلامة شو ظنك نقطة بينكم؟ والله فوزي وفوز أي واحد يعتبر ناموس. هي هذا هني في الاستديو، لكن هنا في الدورة غير، في الترشيح غير، في الاستديو خارج الاستديو. أبو سالم فاز عليه تراه الاستاد والمعلم، وبو هيا ما شاء الله العام فايز، وبو حمد موسوعة ونستفيد منه، وكلنا نمثل بعض. نعم وبو محمد رامس بن ضبيب بعد لا تنسى. تتوقعون حد من الله. خارج حد من خارج يعني الحين انتم 33 34، والله حد بيكم من خارج بو 30 نقطة 28، بو هيا ممكن بعد عنده ممكن منافس 28 نقطة، بو هيا من بعيد تراك أو 26 شوطين تجيبهم 10 نقاط تروح عنهم. أنا متنازل من الحين حق الرابع. ما فيك عيدة، ما فيك عيدة. نشوف مشاهدينا الكرام. أنا لي البطولة الجاية إن شاء الله. البطولة الجاية ذهب عمرك عاد. البطولة الجاية والله وايدين جاهزين لها ترى. لا لا بعد. طيب. ما يهمك أنت ترتيبات إحنا بنسوي بس. الله يوفقك يا أبو هيا. نشوف جدول ترشيح الجروبات من المتصدرين والعشر مراكز الأولى نتابع. جدول ترتيب مجموعات التواصل الاجتماعي. المركز الأول منتدى ميدان مشرف 39 نقطة. المركز الثاني الرقيعات .com 37 نقطة. المركز الثالث خيمة النواميس الزيد 31 نقطة. المركز الثالث هل الزبيدة 31 نقطة. المركز الرابع تراث الهجن 30 نقطة. المركز الخامس غياث الهلالي 29 نقطة. المركز الخامس مجلس الظفر العيناوي 29 نقطة. المركز الخامس راعي جميلة 29 نقطة. المركز الخامس هجن وادي السيل 29 نقطة. المركز السادس البرق للهجن 28 نقطة. المركز السادس هل الهجن 28 نقطة. لاستقبال مشاركات مجموعات الواتساب أرجو إرسال الترشيح على الرقم 00971582002990. هاي هواي في جميع الأعمار في جميع المواسم ما صدر الركض وبالمزايا الحاضر. أهلا بكم في الأصايل لهذا الأسبوع.
هذه ترشيحات الجروبات، ونشوف كذلك الجروبات ما بينهم كذلك تحديات كبيرة جدا. ونشكر جميع الجروبات، وصلت المشاركات الصحيحة من الجروبات إلى 58 جروب، هذه المشاركات الصحيحة. وفي يمكن ما يقارب من 15 إلى 18 جروب ما أحسبنا لهم مشاركاتهم، لأنها تكون دائما يا ناقصة، مو بكاتبين اسم الجروب أو مو بكاتبين اسم المالك، وبالتالي يعذرون أخواننا أعضاء الجروبات. 58 أتوقع كفاية. 58 شو قلت لك أنا أمس؟ بس في نقطة، لا للهجرة لكم 58 جروب. لا أنا شو قلت لك أمس؟ نحن يلوس هني. شو قلت لك البارح عن مجلس الظفرة؟ هيه. شو الكلام اللي وجهته؟ والله وايد كلام قلت كلام قلت لك قلت لك بندخل في الخمسة العمالقة الكبار. نعم. ومن المركز الخمسين الحين نحن خامس. البارح صبنا 3.5 نقاط. نعم. 18 نقطة مجلس الظافرة. ما فيكم حيلة. نعم. الحين نحن المركز الخامس. مجلس الحين ما شاركنا في الحقاية ولا شاركنا في اللقاية. مجلس الظافرة هذا الركض كلهم فيه. 206 أقول لك 256 بقول لك يمكن 201 كلهم على الركض. عمالقة الركض عندهم. كلم عمالقة الركض. وبعد مجلس الظافرة العناوي، هذا روح اسم العناوي هاي يجيب لك ناموس. وما تبغى تصدر؟ لا، نبغي الشاعر بيعطينا يعطينا مسمى ندمج بعد دبي والمناطق الشماليه يكون ارباع معنا. اوه هني خلاص هيك بتكتسحون. يوم امس توجهت عدسات قناه دبي ريسنج في فقره عزبه الناموس الى راعي رغد، من انتزعت شوط او كاس الثنايا الابكار المفتوح الانتاج، وكان شوط الانتاج، وكانت رغد هي المتألقة وانصبت الترشيحات 90% من عالم سباقات الهجن نحو هذه الناقة النادرة والسبوق. توجهنا إلى عزبة محمد راشد بن غدير، وتوجه زميلنا عبد الله بن حمد بن بهيان، وأجرينا هذه الفقرة معاهم وشاركناهم فرحتهم بهذا الإنجاز الكبير. نتابع. المحنك الذي انتزع البيرك في العام الماضي، مالومه البيرك، مالومه البيرك لو قرر المبيت في ديوان ابن راشد بن غدير. مساكم الله بالخير مشاهدينا الاعزاء، مثل ما عودناكم في زيارات عزب النواميس البرنامج الاصايل، الليله في عزبه راعي رغد المحققه رمز الانتاج في كاس الثنايا. مساك الله بالخير يا ابو راشد. نور وسرور يا محمد. يا مرحبا مسلا. بدايه الناموس، ناموس رغد وناموس كذلك تصدركم بيرق الناموس. تستاهل كل خير، الله يطول عمرك ويسلمك ابو راشد. اليوم فوز رغد فوز استثنائي تبارك الرحمن على أدائها وعلى تحقيقها هذا الرمز الغالي اللي في مهرجان غالي، مهرجان ولي العهد. بكره طعمك رغد من غلاط عندنا نحن وجمهورها ومحبينها، نحس بلذة الفوز بالشوط اللي فيه رغد غير عن باقي الأشواط، والبكرة هاي من غلاط عندنا نحن، لولا حطنا احنا شاركناها في جائزة زايد الكبرى طيب الله ثراه وخذت الرمز. ومهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أخرناها في شوط مخر، في مهرجان السعودية بعد أخرناها في شوط مخر، هذا كل تجهيز للبكرة ومن غلطها ما نبغى نضغطها في الأشواط وعديناها لهذا اليوم. من طبيعة ركض رغد كل حد يتصل يبارك قال وترتنا وترتنا يا محمد، قلت له ما عليه البكره بتوترك بس ما بتخذلك في النهايه، في 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 البكره في فيها اندفاع في نهايه الشوط ما شاء الله عليها اندفاع قويه، حتى يوم بساير البكره هاي واشوف الحلال اللي حولي هني تخليك انت حتى من اداتك انك تركض فيها وتريض ولا تسرع. ليش ما تسرع
ولا تستعير في الأوامر، لأن تعرف اندباعة البكرة اللي فيها ممكن تقلص المسافة بالحلال اللي قدامك بفترة وجيزة وسريعة، تعطيك حتى في نفسك. براشد، أنا أذكر عند مقابلتنا لك في رأس الخيمة قلت رغد طبيعتها تسير على سرعة الشوط، إن كان الشوط هادي هي هادي، إن كان الشوط مسرعة هي مسرعة. والليلة بان كلامك اللي قلت ذاك اليوم في سرعة الشوط، البكرة وصلت على مثل ما بغيته، على نفس رتم الشوط اللي أنتوا مشاركين فيه. صح طعمك أبو حمد، لو بتلاحظ البكرة نحن ما دخلناها في الرموز إلا في سن نداء، وكانت أول مشاركة لها في الرموز في مهرجان الصياهد العام الماضي. والبكرة على المعطيات نحن يوم نركضها في الدور الخارجية لتجهيزها يركضون وياها حلال عاديات وتصير وياها نفس مستواهم. يعني بكرة مركضينها في الرموز ومطمنين منها في الرموز ومختن، نركضها في الدور وانا يصير وياها مرات، يعني أن تكون يلا يلا في النهاية توصل، وحتى التوقيت يكون يفرق مع اللي وياها. بكرة بتصير قدامها من أول الشوط ولا بيصير الشوط سريع، بتصير بكرة سريع شو سير، يعني بتلاحق الشوط بيكون هادي، بالبكرة بتصير هادي، يعني ما تضرب على عمرها. وبكرة تريض في الحلال وتم حتى يوم يخط عليها الحلال تم تطالع، يعني ما تلعب في الشوط. لو لاحظت العام كان شوط مفتوح بمهرجان الصياهد، فيه طعمك من المهجنة، فيه من المحلية، فيه من الانتاج، وفيه من الشرية. البكرة طعمرك تعاملت مع الشوط وسبقت وعدت أداء طيب. متى ما تركض البكرة هاي سبحان الله، هي يعني أنت يا المضمر أو المالك أو المساير تقرأ الشوط، البكرة هي تقرأ الشوط بالحلال اللي وياها. بارك فيها، وإن شاء الله أن نشوفها في أشواط السيوف في الموسم القادم إن شاء الله، وهيها تصنف لهذه الأشواط. حدثنا عن تقدمكم ما شاء الله تبارك الرحمن في البيارق، وفرصة حصولكم على شيء من البيارق الثاني اللي هي موضوعات في بيارق الإمارات سواء الانتاج أو المفتوح. نحن طعملك الحمد لله، يعني لين الآن النتيجة طيبة في بيارق الناموس، والحلال أدى طيب، ونتأمل خير. وأنا أقول لك دائما يقول الحسام البيارق، أنا أقول له أنا التكالي على الله سبحانه وتعالى، هو المعطي. نحن طعمرك سجلنا في البيارق الثاني اللي بيارق الإمارات وبيارق الإنتاج، ونحن متأكدين تماما أن معازيبنا الله طول عمرهم ما بيحطون الشيء في النهاية إلا لمصلحة الشعب. وشاركنا مع أخواننا، تطلع النتائج بين فترة وفترة، نشوف مركزنا ونحسب طعمك النقاط اللي احنا نحصلها في المهرجانات هذه ونقارن بها، وان شاء الله طعمك اذا فيه لنا نصيب نحن ان شاء الله ان بنكون منافسين في ايضا في البيارق الثانيه مع اخواننا، واذا ما كان لنا نصيب طعمك نحن في هذا ولا بهاك بنبارك باللي يفوز به. نحن الحمد لله في نعمه وفي خير وفي امان نحسد عليها، الله يديم النعمه ان شاء الله على هذا البلد وعلى معازيبنا. واللي يدل على هذا على كلامي هذا، مطيك اليوم الاول تشتريها مبلغ اليوم ما عندك مشكله انك اذا اندفعت واخذت مبلغ كبير الاول تحاسب، اذا سبقت يمكن ابيع ويمكن ما ابيع، اذا ما بعت شو بيرد المبلغ اللي دفعته. اليوم لا، اختلفت الايه من اخر سنتين ثلاث سنين، هذا كل طعمك من فضل معازيبنا انهم حطوا الجوائز اللي هي اعلى من قيمه البيع من الحلال. الجوائز توصل في السن الكبير 3 ملايين والزمول مليونين، ومن الثنايا وتحت مليون ونص ومليون. هاي طعمك جيمة مطية، انت عندك مطية تاخذ لك رمزين، هاي جيمة تمرتين او جيمة، يعني جيمة ما شاء الله عالية. اليوم ما في حد عنده مادة ومغامر انه يتردد انه يشتري مطية بسعر غالي، لانه فلوسه ان سبقت ما مردود عليه وله فائدة فيها. وأهم من هذا كله هم الفلوس، الناموس. أنت يوم تشتري طعمك يوم تدفع مبلغ وبتفوز كلمة الناموس، وبتشوف الفرحة هاي في في في, في عيون ربعك اللي حولك ومحبينك ومشجعينك، هاي طعمك تنسيك فلوس.
معنى كلامك حتى لو تصدرت بيرق الناموس وتصدرت قائمة المنافسين على هذا بيرق المشتريات مستمرة بشعار بن غدير. أشكرك على النقطة المهمة اللي هي إذا اشتريت اليوم بطية ما لا تقول إن الحين مثلا باقي مهرجان وما بتنبعني، لا بالعكس، العام الماضي الحلال اللي أخذناه واستمرينا لين آخر الموسم ترى هو اليوم اللي ينفعنا في أيضا في حصد النقاط. صحيح. عرفت؟ لأنك أنت اليوم خلاص وصلت لذروة عطاء المطية والصفوة بالحلال اللي بتاخذها اليوم وبتشاركها اليوم مهرجان واحد وبتقيضها السنة الجاية بتقيها على حالها، خاصة في السن الكبيرة من اللي قايه فوق بتقيها على حالها. وإذا لك خاطر أنك أنت تشارك في المسابقات هذه البيارق، هاي الناقة بتنفعك إن الله سلمها صاحية، بتنفعك حتى في حصد النقاط. إذا استمريت لين أول الموسم الجاي وخدت بتبطي لين أنت في التمهيديات بتقول هذه مركوضة قبل ولا مخورة ولا على جهوزها التام، ما بتعطيك، ما بتوضح لك الصورة الواضحة مثل ما توضح لك الصورة اليوم في اللي بتسوي نقطة عملك اليوم في المهرجانات هاي، تراها هي السبوك وهي بتستمر منها إذا كانت تجي ولا يدعى ولا ثنية لين توصل حاي، هي اللي بتستمر. اللي دفعت واشتريت اليوم ما بتخسر. بالفعل براشد مثل ما قلت السبوق لو تشارك بمركاض واحد لكن الحول بتنفعك كذلك. أقرب مثال مستقيم وباركلين مشتريات العام وثباتاً هذا الموسم. وكيفاً وغير والحلال أغلب الحلال طعمرك اللي أخذناه نحن العام الحمد لله نفعنا طعمرك ووصلنا للنتيجة اللي كنا نتمناها، ونفس الحلال هو هذا اليوم هو اللي شال النقاط مع الحلال اللي عندنا قبل في الانتاج، والحمد لله طعمرك ما خسرنا فيهن، بالعكس ردينا جمة الحلال، وفوق هذا كل المكسب الأكبر والأسمى فيه الناموس. نحن نبارك لسعى لمحمد راشد بن غدير هذا الإنجاز الكبير، ونحن أثناء ما كنا نتابع هذا اللقاء كان بوهية الشاعر مبارك بن فعيل بعد علينا قصيدة غزل، خبرنا عن قصيدة بوهية. قصيدة؟ هي الغزل نبغى نسمعها عاد. خلوها كواليس، خلوها. لا نحن نبغى نخليها في الكواليس دام العلم. بتعد قصيد شيء؟ بتعدها على الجمهور؟ والله يستاهلون الجمهور ويبشرون بالقصيد. يقول الجاد اللي بالحسن تفتن الجيل، يا سلام، ريمية عين العرب خايلتها، رب الجمال الخود جملة وتفصيل، فتنة عيون بالنظر عاينتها، من هبة النسناس وانسامه تميل، يا خسرها صبرك على مايلتها، جمر وبرد وغضاي سود مظاليل، وليلا يغشيه الهوى معنقتها، ترفه وحبة خالها تعزم الليل في نور صبح بالجمال ارسمتها، يلي تعدون التواصيل بالخيل، لو زاينت خيل الخليج غلبتها، معذور قلبي يوم ير المواويل وقصايده عن غيرها، عانقتها عروقه من الشوق ضمين مذابيل، وهي البروق اللي وهي السحاب اللي بروقه شعتها، ويا مغني الحانك الريم المكاحيل، لو شفتها ريمك نسيت اغنيتها، ليتك معي يوم اشعل الشوق بيويل، في ليله مرت علي وسارتها عيني تشوف، وما معي حيله وحيل وتنهيدة عوج الضروع عزفتها، ما ودي أذكرها ولا حتى تفصيلها، خاف حاسدها يشل بركتها، خاف حاسدها يشل بركتها. ليش تشر علي؟ الله وصح الله بدن أشدنا قدام هالوصف فيها ما يلام قلبك. المشكلة مو بهاي القصيدة، تراها قصيدة غير هذه. لا هذيك خلها مشاهدينا، تراها قصيدة غير، القصيدة كان عدها غير وهاي القصيدة غير، لكن الشاعر ما ينغلب. بو حمد لبيك، هذه اللي أنا أشكرك يا محمد. البارحة خذيت كذلك جولة عند راعي مفوض. نعم، عند محمد بن قحيد. نعم، راعي مفوض. نشوف تقريره، نشوف اللقاء التقرير. نتابع كذلك مشاهدين الكرام زيارة أخرى لعزبة أخرى وعزبة الناموس، وكان الشوط الرابع إنجاز حقق، تم تحقيق به إنجاز كبير، وكان مفوض هو من تزع بندقية الإنتاج في ثاني أشواط الإنتاج في سن الثنايا. نتابع.
مفوض مفوض يضيف البندقية الثانية في رصيده تهارينا والناموس لمالك مفوض حمدان بن محمد بن قحيد الناموس يا محمد بن قحيد وسلام يا زعبيل سلام سلام يا زعبيل سلام مساكم الله بالخير مشاهدينا الاعزاء مثل ما عودناكم في زياراتنا العزب الناموس والان في عزبه راعي مفوض حمدان بن محمد بن قحيد ومعنا في اللقاء محمد بن قحيد مساك الله بالخير يا ابو مساك بالخير والعافيه ناموس مفوض يعني ناموس زايد وعايد ان شاء الله صح لك خير وعافيه يطول لي عمرك مهرجان غالي ورمز غالي في هذا المهرجان ماذا يعنيكم يا ابو راشد والله المهرجان غالي والسبق يا عدل الغلا زياده فوق الغلا القبلي الحمد لله الحمد لله مفوض بارك فيه ما شاء الله يضيف الرمز الثاني بعد رمز الكبرى واليوم يضيف الرمز الثاني يعتبر مطي اللي تعتبر تسجل رمزين أو ثلاث رموز في موسم تعتبر من النجوم ومفوض اليوم أبدع وحصل على هذا الرمز أكيد اللي حصل رمزين هذا شهادة دبل ماجستير ودكتوراه ومفوض عمرك رشحوا الجماعة ونتابعهم نحن وأنتوا في ضمن اللجنة بيض الله وجوهكم وما ترشحون إلا اللي عارفينه أنتوا أكثر عنه لو بتحدثنا أبو راشد عن زيادة الشارة في هذا المهرجان بالأخص إحنا العام الماضي شفنا والسنة كذلك الحمد لله زيادة على شواط الرموز بكار مليون ونص والقاعدين مليون والله ما قصروا طال عمرك وبغريبة عليهم ونتوقع السنة الجاية بيكون أكثر وأكثر وهم هلها نعم 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 شيء مشاركات إن شاء الله في سنة الحول والزمول والله عندنا بس مش مثل مفوضة عمرك بارك فيك الله يطول لي عمرك وخليك سمح لنا ابو راشد بناخذ لقاء كذلك عند خليفه سيف بن مانع القويص نعم يا مرحبا انت مضمر مفوض وانت طول عمرك اللي داري على مفوض يا مرحبا وما السلام الله يرحبك على فضله ناموس مفوض يعني ناموس دائم زايد وعايد ان شاء الله الله يسهل خير وعافيه الله يسهل خير وعافيه من بعد مهرجان الكبرى تخطيطكم مفوض تخطيطكم لهالمهرجان والله هالمهرجان سمو الشيخ حمدان من اول قول المهرجانات نعم. يجي الكبرى وعقبيه هذا عندنا نحن في دبي نعم. في دبي تقريبا هو الاول نعم. وتعرف الله يطول العمر الشيخ حمدان والشيوخ كلهم الشارع اللي فيه تجبرك تركض فيه نعم. يعني مو على كيفك لازم تخطط قبل شهر تركض فيه لان هاي فرصه يعني ارتفاع الجوائز وصلت المفوض اليوم ما شاء الله مليون عرفت فلا لازم اخطط حق المركاض هذا لأن فرصة مركاض سيد الشيخ حمدان أنك تأخذ نقطة وخصوصا إذا رمز هذا غالي علينا يعني الحمد لله الله وفقنا رمز في الكبرى ورمز هني والحمد لله والخطة إن شاء الله الجاية على المراكض المقبلة سواء في ختام الوثبة أو ختام المرموم والله طال عمرك من دام الشيوخ حطوا رموز نعم. ما له خطة شوط الرمز بيركض مفوض في كل رمز نحسبه ما نلقاها دوم وهو عطنا السنة اللي عنده عطنا إياه وإن شاء الله لنا نركض في رمز الكبرى ونرده إن شاء الله مهرجان دبي إن شاء الله إن شاء الله وكذلك مثل ما ذكرت الحمد لله رمز إنتاج ناموس ناموسين هذا يعتبر شاهد الله أن هذا ناموسين إنتاج ونحن وصل قيمة عندنا القعود ما بعنا السبب أننا من نفس الموقف هذا نبي اليوم يعني هناك سابق وما شاء الله السابق اليوم ماخذ مليون وملبوش وإن شاء الله بعد الله بوفقه يعني هذه روحها فرحة تستاهلون تستاهلون نتمنى لكم إن شاء الله المزيد من التقدم والنواميس إن شاء الله وإن شاء الله نرد عليكم في مهرجانات المقبلة سواء في الكبرى في الختام الوثبة أو المرموم الله يطول عمركم ونشكر قناة ريسنج المغطية الأحداث الموجودة في مهرجان دبي الناس في يشوفون حتى الحين واحد مسوينا من الجماعة واحد من أمريكا واحد في لندن يتابع في نفس الوقت تغطية كاملة هذا واجبنا وانتم تستاهلون وإحنا ودنا كل واحد سابق لو في شوط ناخذ نوصله النوم مثلا لا ويعيبني طال عمرك في قناة ريسنج انها ما فيها طلع الجميع كل الجميع الأشياء العامة ما فيها يعني كل شيء أي شيء موجود تطلعه واضحة
تستاهلون على ناموس دائم ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله في المهرجانات القادمه على نواميس وفرح ان شاء الله. الله يسهلكم خير وعافيه، ومشكورين على الزياره، وان شاء الله نتلاقى في مهرجان ثاني. للشاعر في مدح الوطن رغبها، وللهاجس هيام، فلتنتخي فكره وتلقى منه جوسية معتصم. البحر لم واجه إلى ثارة العصيرة احتدام، وأنا كذلك هادسي في ذكر دارية يحتدم. يا دارنا دار الكريم اللي حكم شعب كرام، تستاهلين نقدرك يا دارنا دار الكرم، على جماجم من واحدك من عيال الحرام، تأسد دولة ورفت راية وثبت حكم، حامل فلاحي زايد وزايد تعرفينه لحام، حر مخاليبه طش الدم وتقص العظم، تواضعه بين البشر وهو من أعلاهم مقام، خلاه يكبر في عيون ملوك عصرها والخدم. هذا هو الماضي وحاضرنا ومستقبل مدام، هذا حكيم أمة محمد من عرب ولا عجم. 50 عاما لا نهون ولا نذل ولا نضام، الخيل تسرج والسلاح يثور رفرف يا علم. و50 عام وكل عام نقول هذا خير عام، فالحمد لله والشكر على مفاض من النعم. و50 عام الشايب يسولف بها على الغلام، قبل التطور كيف كانت دارنا ذيب وحزم. و50 عام للتسامح والأمل لا للخصام، و50 عام نبني يمة تفتخر بين الأمم، و50 عام ونورنا يرهب خفافيش الظلام، و50 عام وحلنا في عالي القمة قدم، و50 عام الصف الأول صفنا خلف الإمام، اللي بعد له ينصف المظلوم لا منها ظلم، و50 عام وزايد مشيد لنا فوق الغمام، أمجاد تحكي عن تراث أبائنا منذ القدم، و50 عام ورؤية الدولة على أحسن ما يرام، بهمة أصحاب القبور النافس كبار الهمم، و50 عام ركب نهضتنا له العليا مرام، قد تنفطم الأمجاد لكن مجدنا ما ينفطم، و50 عام وروسنا تفخر على روس الأنام، كن الفخر أبا لنا عن جد والطولات أم، هنا الفخر هنا الطموحات الكبيرات العظام، هنا الفكر هنا العمل هنا الوفاء هنا الحزم، هنا تعلم كيف تحقيق الطموحات الجسام، هنا يحقق حلمه المبدع إلى منها حلم، هنا بدايات الولاء والتوعية والالتحام، هنا نهايات التشرذم والطريق المنقسم، هنا توحد مجتمع كان يعاني الانقسام، وبفضل زايد أصبحوا ما بين خال وبين عم، هنا يكون النصر من حظ الفعل ليس الكلام، هنا يكون الوعي فارس والتخاذل منهزم، هنا المواطن والوطن حب وتفاني وانسجام، هنا المواطن والقيادة والتكاتف والهمم، هنا فقط مسك الوطن، لأن الوطن ما له ختام، لكن غلانا يبتدي بكل يوم وينختم، هنا 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 إلى الأمام، هنا 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 إلى القمم، هنا 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 كف السلام، هنا 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 دق الخشم، يقول ابو خالد لابو راشد عسى عمره دوام، 50 عام يعزف الابداع وباحلى نغم، ويقول ابو راشد لابو خالد هذا اللي يوم قام، قامت معاها الارض والتاريخ ردد والنعم، ويقول ابو خالد لابو راشد هذا اللي ما ينام، رجل يخزم المستحيل اللي لغيرها منخزم، ويقول ابو راشد لابو خالد
هذا عوق الخصام إلى نوى صرح من الباطل يرده منهدم ويقول أبو خالد لأبو راشد هذا الرجل الهمام استاذي اللي يصنع الإنجاز نفسها من عدم ويقول أبو راشد لأبو خالد أنا والعلم عام تلميذ زايد منهجي منهج وبنفسه الرتم ويقول أبو خالد هذا محمد عدو الانهزام مكسر الأرقام ما خلى حفظها الله رقم ويقول أبو راشد هذا محمد وقصاص العظام بسيف حق لو دخل في المعركة تحسم حسم ويقول أبو خالد هذا محمد مجدد الاهتمام بهيبة الدولة وراسم نهضة بلادها رسم ويقول أبو راشد هذا محمد وصمام النظام هرم عروبتنا وحنا ما نفرط فالهرم محمدين الدار هم حصنه ودرعه والحزام عدد عظماء الدول تلقاه مكرم وعظم من بينهم حشمه وهذه عادة الناس الحشام ومن حشمة الاثنين شعب الشيخ زايد ينحشم ياليت للتاريخ بشتن من فخر ولا وسام من المعزة كان واللي أقسم بنجمه قسم أني لسلمها لهم وأقول وبكل احترام تفاخر يا دارنا فيهم على كل الأمم تفاخر يا دارنا فيهم على كل الأمم. إذا مشاهدينا الكرام نقول الناموس لكل من انتزع الرموز وحقق المراكز الأولى. بنشوف جدول ترشيح أو جدول البيرق بيرق الناموس اللي حصلوا على النقاط حتى الآن في رموز هجن أبناء القبائل. يمكن صاحب المركز الأول والذي حصل 3 رموز غالية محمد براج بن غدير الكتبس وحصل على مجموع نقاط وصل إلى 26 نقطة. المركز الثاني محمد عتيج بن زيتون المهيري خذ رمز 1 وحصل على 18 نقطة من مجموع المراكز اللي حصل عليها. المركز الثالث سعادة فري بن علي بن حمودها الظاهري خذ رمز 1 ومجموع نقاطه 14 نقطة. المركز الرابع مبارك بن أحمد بن مطر الخيالي 12 نقطة. المركز الخامس حمد بن طالب بن محمد بن شريم المري عنده رمز وعشر نقاط. المركز السادس بيشان بن محمد بن فهد الرزق العجمي رمز 1 و10 نقاط. بن شريم رمز وثاني أمس 10 نقاط عنده. نحن بس نذكر المراكز الأولى اللي ماخذين الرموز فقط ومجموع النقاط. المركز السابع محمد بن سلطان بن مطلب بن مرخان الكتفي رمز 1 و8 نقاط. المركز الثامن سالم بن حمد بن نهيان العامري رمز 6 نقاط. المركز التاسع سعادة صالح بن محمد بن نصره العامري نقطتين. والمركز التاسع غانم بن علي بن حموده الظاهري بعد نقطتين. والمركز التاسع أيضا سالم بن سعيد بن منانة الاجتبي نقطتين. هذا ترتيب النقاط وسالم. والله هذا على آخر وسع الفارق محمد راس بن في المرموم هذا بس المرمى مهرجان لا بس المرمى الصراحة يعني هجن مرغم متألقة ودائما متميزة وإحنا من العام أبو خليفة شفنا هذا الحلال الله يحط فيه بركة الهلة من العام يمشون على خطة واستراتيجية واضحة عندهم ما شاء الله حلال طيب يشترون حلال طيب عندهم إنتاج طيب اللي يركضونه مثلا في مهرجان الشيخ صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد ما يركضونه في المهرجان العقبة يريحونه يركضونه في الأشواط الصباحية. نعم. شفنا الحلال أمس خذ الرموز من الرغد على أقرب مثال وغيرها من أخواته كانوا مركضات في الفترة الصباحية وهنا شفناهم في مهرجان ولي عهد دبي أركضهم في الفترة المسائية وأشواط الرموز. نعم. فدائما أنت يوم عندك البدائل أو عندك الخطة الناجحة والإدارة الناجحة لا بد أنك تتألق. شفنا ما شاء الله 26 نقطة يعني فرق كبير بين أقرب المنافسين اللي هو محمد بن زيتون 18 نقطة. فهجن مرغم
من أصعب الحلال بيكون يعني في السنين هذه. برد بقول الترتيب، ترتيب مجموع النقاط الكلي. هجن مرغم محمد راشد بن غدير عنده 113 رمز و 113 نقطة، مركز أول في بيرق الناموس. والله فارق كبير. أنت بعد عندك الحين عندك هذا الترتيب الكلي. عفوا سالم، خلنا بس بذكر الترتيب. مركز الأول محمد راشد بن غدير 113، المركز الثاني سعادة حميد بن سعيد النيادي 36، شوفوا الفرق. المركز الثالث سالم بن حمد بن نهيان العامري 32، الرابع محمد بن عتيج بن زيتون مهيري 30، الخامس مبارك بن أحمد بن مطر الخيري 27 نقطة، المركز السادس محمد بن سلطان بن مرخان الكلبي 26 نقطة، السابع محمد بن سهيب بن عويضان العامري 23 نقطة، وفري بن علي بن حمودة الظاهري 23 نقطة في المركز السابع. هذا الترتيب العام. بوهيا شو رأيك؟ حرمنا بن غدير من متعة المنافسة في البيرك. شوف وجعل الجميع يفقدون الأمل. في أمل؟ نهني نحن قلنا لك في بداية البرنامج هذا أن البيرك مقره مرغم وعند عزبة محمد بن راشد بن غدير. نعم. ومثل بعد ما نوه نحن البارح نشكر نايف البلوي على الاذاعه الممتعه الصراحه اللي امتعنا البارحه. يستاهل ويستاهل ابو سعد، يعني كانه وجه البيرق خلاص، يعني كلمتنا اللي نحن نقولها في الاستديو وكلام الجمهور ان البيرق مقره عزبه الغدير وهم يستاهلون. محمد بن راشد بن غدير ما يا شيء هذا عن فراغ، يعني شيء هذا مجتهد عليه من قبل. وشوف واللي ساعد هجن مرغم وجود الامكانيات في المشتريات، بعد عندهم انتاج في مستوى الرموز منهن يعني رغد وخواته، هذا له بالانتاج ويقارع امهات الرموز المفتوحه مستوياتهم، فما تستغرب عليهم. هو فر يعني انفرد بالصداره بعيد بعيد، يعني مثل ما قلت لك على سير الشبابي يوم ياخذ الرمز عصاه الابطان ولا يبغي ابدا على الصوت بس يروحون. أبو سلامة خلاص نسلم، نفقد الأمل في المنافسة على البيرك، نتوج. يعني أذكر في سباقات القدرة في بعض السباقات من المرحلة الثانية نعلن على البطل، وعندنا خمس مراحل هنا نعلن خلاص البيرك راح خلاص. قلنا لك أنا أبو سلامة قبل مركب بداية المهرجان كان بيننا كلام داير وحوار ما بين المحللين، واختلاف وجهات النظر هي لا تفسد للود قضية. يعني نحن كنا نتكلم عن الإمكانيات، نتكلم عن تألق وتوهج شعار هجن مرغم، نتكلم عن الإدارة الناجحة، نتكلم عن المشتريات، نتكلم عن مستوى الإنتاج، نتكلم عن مستوى المضمر، نتكلم عن إدارة كيف تستطيع أن تحافظ على المطية من سن الفطامين حتى تصل إلى سن الكبير. يعني هذه الإدارة يعني عمرها الافتراضي ما يقارب 30 عام، 25 سنة، 30 عام، تتكلم عن نص قرن. يعني أنت تتكلم عن نتائج طال عمرك محافظة، نتائج طال عمرك توارث لأجيال. حياة راشد بن غدير الله يرحمه ويغمد روحه الجنة وأنجاله ما شاء الله على خطاه، يعني حققوا من الإنجازات على مر السنين صراحة ما يعجز اللسان عن ذكر هذه الإنجازات. إذا بتتكلم عن الإدارة ما شاء الله الإدارة احترافية، تعرف طريق المشترى. يعني أنت تشتري مطية مو بأي مطية تشتريها، القيمة اللي تشتري بها المطية، أنت تشتري المطية ممكن أنك تأخذها بسعر عالي ولا تأدي ولا تحقق النتائج المرجوة، ممكن أنت تأخذ مطية بسعر رخيص وتيب لك رمز. هذه إدارة احترافية ينطبق عليها يعني الإدارة اللي تقدر تستطيع أنها تحافظ على رتم معين من الإنجاز. تتكلم عن المشتريات، المشتريات طال عمرك لا تتوقف سواء في الصيف أو في الشتاء. تتكلم عن الإنتاج، الإنتاج مرغم طال عمرك الزمول اللي فيها طال عمرك نوعية الزمول، إذا بتتكلم عن مشاكل، إذا بتتكلم عن مسكت، إذا بتتكلم عن ميهاب البنادق، ميهاب البنادق أفضل الزمول إنتاج يعني في المنطقة عندنا. وكثير من الحلال الحين عندك التبر، وعندك الثاني ولد الظبي، شو اسمها ولد الظبي شارد عندهم، وثاني يعني زمول يا ابو خليفه ونبه نبه زمول طال عمرك تصنف في اي بي. الجماعه هذيلا انا اعرفهم عن قرب يعني. طيب. وقريب منهم يعني حتى مستوى المضمر، انت تتكلم عن مضمر طال عمرك يدير يعني كل فئه لها اداره معينه. تكلم عن ريال طال عمرك يحافظ على المطية
الحين اليوم انت تركض مطيه مثل هذه البكره الله يبارك فيها رغد العام اركضت في شوط مفتوح قالوا هذه انتاج قلنا لهم انتاج قالوا هاي الناقه محليه قلنا لهم محليه اضف الى ذلك ان البكره هذه في سنه من السنوات في الموسم اللي طاف شاركت في شوط مفتوح الشوط المفتوح طال عمرك يضم نخبه من المع الحلال المهجن اللي طال عمرك المحلي مكس وهي انتاج طال عمرك تستطيع ان تزف الناموس من خارج حدود الدوله من المملكه العربيه السعوديه وتهدي مالكه هذا الانجاز صراحه وتيك المطيه اللي تكون لها قاعده جماهيريه داخل الدوله وخارج الدوله ثق تماما بان صعب جدا يعني اذا نحن على مرور السنوات اللي طافت يمكن تقول اعمار على مستوى المنطقه هجن اصحاب السمو الشيوخ هي تصنف هي الاكثر حازت على الجماهير في فتره من الفترات تتكلم عن الشبابي تتكلم على مستوى الشعب تيك هذه البكره يعني تصنف كمطيه لها اكبر قاعده جماهيريه احبوها هني يفرض عليك سؤال تقول ليش يحبون المطيه؟ مطيه يز من يز غيرها هذه تسبق وغيرها يسبق من الحلال. لكن شو السبب شو السبب اللي يميز البكره هذه طال عمرك اول شيء غالي عندها لا وغلاطته عندها لا انعكس على غلاطته عند العالم، شو السبب؟ تركض في شوط عادي تسبق وتكيف سبقها طال عمرك على مستوى الشوط، تركض في شوط رمز للانتاج تلاقي مستواها يعني انت تقول ركضها عادي اليوم. مستوها عادي يعني سبقت لكن أنا الحين والأمانة مستمتع بحديثك وجذبني جذبتني نقطة مهمة من كلامك وبنخلي الحوار عام للكل فضل. قلت أن رغد أكثر جماهيرية نعم وشبهتها بعمار نعم شو رأيكم أخواني الناقة الأكثر جماهيرية حاليا عندنا وطرناها في السعودية يعني في الخليج نعم هل هي رغد أم في أسماء أخرى محمد اتمنى ما يكون في تحيز لا بدون اي تحيز فضل. شوف بشكل عام ابو خليفه احنا كمتابعين الراكض هاب الريح كله نعيبه نعم سواء عندك ولا عندي ولا عنده رغد طول عمرك مثل ما ذكر ابو سلام يوم شبهها يعني باعمار بساطين الهجن هي كونت قاعده جماهيريه كبيره العرب حبوها حلو مشجعين هجن مرغم مؤسسه يعني بنقول عزبه هجن مرغم مشجعين كثير ومحبين كثير والناقة يوم تظهر ركاب وايد عندهم يسبقن نعم وياخذن سيوف ياخذن كاسات لكن رغد تميزت طول عمرك أول ظهور لها كان ظهورها في رمز مفتوح في المملكة العربية السعودية وبرزت فيها انتاج وفيها المفتوح وفيها المحلي وفيها المهاج وهي انتاج نعم وكونت قاعدة جماهيرية البكرة طول عمرك العرب غلوها وهي تغلت بعمرها هي طول عمرك أركضوها داخل الدولة وخارج الدولة وتميزت أركضوها في رموز مفتوحة ورموز إنتاج ما جاوبت أبو حمد أنا جاوب أنت الحين الكلام اللي تقوله ما حد يختلف عليه نعم. كنا متفقين أنا أقول لك هل أنا هي أكثر جماهيرية أنا ما هل ما أجزم لك نشبهها بعمار أقول لك لحظة أبو خليفة أنا ما أجزم لك أن هي أكثر جماهيرية كل 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 مطية لها جماهير معيدة هي ما في طول عمرك تعداد تقدر تعدد عدد وجهة نظر نحن وجهة نظر بس هي لها جماهير هي لها جماهير كبيرة نايف قعود بمار خان له جماهير وخصوصا البارح عقب ما أركى أخذ الرمز له جماهير كبيرة عندك طول عمرك الركاب مثل مياسة بن حمودة لها جماهير مثل شواهين لها جماهير نتكلم في الثنايا ما نروح الحول أنا شواهين وخليفة الثنايا أنا أنت عيبتني أعطيتني محور مهم ترى لا لا في بشكل عام أنا بقولك ليش كونت أكبر قاعدة جماهيرية لأن هي المطية الوحيدة اللي مختلف عليها الجمهور داخل وخارج الدولة في التصويت اللي يطلع لي ريال يقول لي أنا ما صوت رغد أنا باتفق معاك أنه فيه عيال اللي يقول أن الأكثر جماهيرية اللي مختلفوا عليها ما حد اختلف رغد عليها. ونايف البارح كلهم مرشحين ذي الاثنين في القروبات بوهية شو رايك الأكثر جماهيرية أنا أحطها من نوادر الهجن بعد تحطها ما يحتاج يسأل قايس على عندها في الشوط شوف بقول لك حاجة أبطال الموسم هذا المسألة نايف وماذا قطع من الهزيمة هي ورغد رغد تقايس على عملها يوم ركضوها في رأس الخيمة ركضوها في الشوط اللي عقب مثل ما قال محمد بن راشد بن غدير تيمها كان ثقيل قالوا العرب والله ركضت في الكبرى أركضها ماخذ الرمز ماخذ الرمز الكبرى صح وقالوا تيمها ثقيل
من ذا الكلام هذا هي مثل ما قال ابو راشد نيت خبرتها يوم حنا في راس الخيمة قائد مثل ما تكلم ابو هيا قال تقايس على مسار الشوط تقايس على مسار الشوط وركضها في مركض الملك وتقايس على الشوط على اندفاع الشوط ووتيرة الشوط نعم يوم ركضت البارحة لأنها ما تبى الحلال خدت ملم خدت عند الملم رئيسية عند هجن العاصفة ما أخذها رمز عند العاصفة اي نعم خدت ملم والناقة هذه الله يحط فيها البركة الله يبارك اليوم هي طعامك حجة والعرب ما يركضونها بالتسعيرات وإذا استوت التسعيرة سحبوها حتى وصلت سن الإذاع واذكر ان العام يوم يوم يدخلونها في ميدان الوثبه البكره هذه اللي هي رغد كان اسمها كانت بلسم تسعيدة. كان اسمها بلسم قبل ما يسمونها رغد خلاص غيروها من بلسم رغد ويوم يدخلونها في اللي هو في الشوط الوثبه واستوت تسعيره في الشوط وسحبوها سحبوها منها واول اشتراك لها رسمي يعتبر العام كرئيسي كاشتراك رئيسي في المملكه العربيه السعوديه في الشوط المفتوح وخذت الشوط وردينا هني في أنا أقول لك في المرموم وخذت الشوط أيضا المفتوح ممتاز والناقة هذه من دخلت في الركض الله يحط فيها بركة إن شاء الله ويتاجي عليها الناقة ذي ما قديت ثاني شوف الناقة هذه يمكن البكرة الوحيدة اللي من ركضت لين اليوم وهي مستواها ثابت في أشواط الرموز والناقة احنا ما بنزيد على كلام الربع الناقة تسير على مسار الشوط أن الشوط سريع الناقة يوم خذت أمس رئيسي الكبرى يمكن جهوزها 40% أو 50% ولكن الميمل يتيمل صح إذا نعتبرها أكثر جماهيرية أنا أقول لك حاجة أنا أقول لك حاجة رغد ونايف من البارحة يعني ومن قبل بعد من قبلها تصنفهن مهم نحن ترى بنخاشرهم فيها حتى نحن ترى من لاك يعني الشعب الإمارات والخليج نعم. الجماهير الهجن شاركوهم بعد فيها يعني هاي من نعم. ملاك حق الخليج كله نعم بخليج خلاص اللي ياخذ نحن رغد ثلاث رموز السنة رمزين لا رمزين رغد بس أبو خليفة لازم تعرف حاجة واحدة نحن الحين بقلنا ختاميات اثنين اللي يحسب لهجن مرغم استمرار المطية عندهم وأعطاها في الوقت اللي يبغونه يعني هذه يعني صعب اليوم أنت تشوف عزب كبيرة في عالم سباقات الهجن يعني أكبر علامة استفهام في غيابها شو السبب؟ السبب استنزاف الحلال من كثر المراكيض طال عمرك الإدارة يعني عدم تمكن الإدارة من السيطرة في بعد عزب والسلام والمقطوع هاجي في عزب مساكين الأمراض العبن عليها تلعب الأمراض؟ نعم الأمراض هذه مطية أنت التعامل عند حيوان ما التعامل عند شخص بيقول لك أنا والله مريض كذا أكثر العزب طعمك يقولون في أمراض منتشرة وفي حلال تخبرنا أهلنا عنها قالوا والله في كثير عندنا اللي يقول لك عندي امس السنه علي سالم بن راشد بن غدير قال 18 خابط ماتن عندي صحيح وامس ومن اغلى الحلال بن مرخان بعد يقول كم 12 ولا ما ادري كم وغيره وغيره من العرب طعامك اللي تكلمنا عنه تنتشر قالوا عندهم يعني امراض وحلال مات ومن غير العزب هذه طعامك عوائق في عالم الركض هذه عادي لكن تبقى الاداره اداره هجن مرغم الله يبارك لهم ويوفقهم اداره ناجحه ومتميزه والذلول هذه الذلول صراحة هذه فارقة عن حلالهم كل اللي عندهم هذه اللي هي رغد الله يحط فيها بركة إن شاء الله ويتاجها الناقة هذه غير في الركض نعم الله يوفقهم جميع لكن الفارق كبير يا أخواني خلاص حسمت حسمها نحن في الأصايل في برنامج الأصايل مشاهدينا الكرام نعلن أن البيرق الناموس حسم نحن قلنا لك قبل لا يبدأ البرنامج قلنا لك من البداية حسم قلت لنا لا اصبروا قلت علينا ابو سالم قال لا اصبروا بناء على الارقام والنتائج احنا قلنا لك بعد مركز نحن نحسمها بـ 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 بشكل تشاوري كامل انتم حسمتوا ارواحكم حسم لا ما لا انا قلت لك هجن مرغم خليفة. هجن مرغم وضعها مختلف مهرجان مغاير. يعني احنا قلنا مغاير هجن مرغم ابو خليفه احنا قلنا الحسم بيكون في مهرجان ولي عهد دبي وتكلمنا قلنا نعم. اذا تالق وانت حسمت انا وهي حسم معانا ابو لا لا قال 99.9 ما حسب الباقي 100% ما قلت 99.9 عاد ذاك بيخرب ويش الوحيد ذاك قلت ولا ما قلت 99.9 هاي الواحد في المية لها عمل لحظة ابو سلام اني مسوي مثل الدكتور عصام يوم دخل العملية تقول له كم نسبة نجاح اعطاك 10 انا الثقة بيني وبين الريال انعدمت من يوم ما كان يبايعني القعود هناك في الجبيب
هو خوية العامري لا من هذاك اليوم خلاص ما شيء لا تعال بنبايعك في الغربية تعال ترى الله أرد عليك هو أرد بيبايعك هو أنا موكل أبو هيا أبو هيا موكل لنا بهالشغلة أبو خليفة نقول الناموس أبو خليفة هجن مرغم عندهم الواثق أنت تعرف الواثق معروف خلاص منو ما يعرف الواثق رفعت الأقلام وجفت الصحف نعم الله أكبر نذهب مشاهدينا الكرام للفترة الصباحية نطوي صفحات كل المحاور اللي تكلمنا عنها في هذا اليوم ونبدأ بالحديث عن الفترة الصباحية وسن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ نبدأ بالحديث عن الشاهنية لهجن العاصفة اللي انتزعت أول الأشواط في الفترة الصباحية والتوقيت 12.46 وكان غياث الهلالي 12.24 كم قلت 46 12.24 عفوا مشاهدينا وكان غياث الهلالي على الوعد في هذا الشوط محمد شاهنية والشوط الأول في الفترة الصباحية تفضل بداية أنا اليوم في سن الكبار سن الثنايا نهني مالك شاهنية مؤسسة هجن العاصفة على انتزاع الشاهنية أول الأشواط في الفترة الصباحية وتحقيقها توقيت كذلك متميز 12.24 وست أجزاء من الثانية اليوم مثل ما شفنا أبو خليفة دارت راح المنافسة بين هجن العاصفة وهجن الرئاسة وكذلك مشاركة هجن البشاير وحصولهم على نقطة وكذلك مؤسسة مشاركة هجن حمدان بن راشد وحصولهم على حمدان بن محمد عفوا حصولهم على نقطة بقيادة مضمر راشد بن خميس الغويس توزعت الأشواط كالتالي هجن العاصفة تقريبا حصلوا على ثمان أشواط كان لهم نصيب الأسد في هذه الأشواط من أصل 14 شوط وكان التوقيت الأفضل في الشوط الأول المهجنات حصل عليها هجن الرئاسة بإدارة المضمر علي بن يميل وبتوقيت كذلك 12.24 ثانية الشاهنية صاحبة الشوط الأول تقريبا حصلت على ثاني أفضل توقيت في هذه الفترة الصباحية نهني الجميع اللي فازوا في الفترة الصباحية سواء من هجن العاصفة أو هجن الرئاسة أو كذلك هجن البشاير ومشاركتهم طيبة في 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 الشوط التاسع مخايل هجن الرئاسة عفوا هجن البشاير بقيادة المضمر عبد الله بن طويل الهويبي صراحة نهني جميع المشاركين شاهد على الشاشة حاليا الشوط الأول وشوط الشاهنية ولحظة حصولها على هذا الشوط والفارق اللي وضعته بينها وبين الركاب وما شاء الله تبارك الرحمن على أداء طيب وتيم كذلك متميز لو نهاية قوية نهاية جدا قوية وسالم وفارق حطت بينها وبين الركاب نهنيهم أنه مسلم على هذا التألق دائما مشاركة السن الكبير في سن الثنايا هذه بشائرة أول شيء تبشر مضمر على أنت قبلة ركابه اللي تنعكس هذه على الأشواط المسائية اللي ما نشوفها وتنعكس كذلك على سن الحول والزمول صحيح فنتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله نشوف أشواط حماسية في فترة مسائية نعم الشوط الثاني أبو هيا عندك الشوط الثاني الشوط الثاني كان كذلك كانت الفاتنة لهجن الرياسة وأفضل توقيت عندها 12.24 ثلاث أجزاء من الثانية فرق الشاهينية بثلاث أجزاء من الثانية كان فرق بينهم في البداية نهني السيد سمو رئيس الدولة بهذا الإنجاز وهجن الرئاسة ونهني سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان وجماهير هجن الرئاسة عصام نحن لو بنعود إلى هجن الرئاسة مستوى يعني فارق بالحلال أو غير هذا خاضوا معارك يعني ومحك قبل مهرجان ولي العهد في المملكة والحلال في كامل جهوزيته ونشوف إنجازاتهم يعني ما نستغربها أو متوالية وتبشر بخير ومضمر علي بن يميل صاحب رموز يعني صاحب سيوف ومعروف على مستوى الخليج ومن أكفأ المضمرين الشاهنية يمكن في آخر 100 متر يعني خطفت على شاهنية هجن ند الشباء نعم بقولك يعني بريحية اللي هي الفاتنة الشوط اللي هي الشاهنية لهجن الشباب نعم الفاتنة الحقت في الأمتار الأخيرة
فرقت في الامطار الاخيره وبريحيه يعني سبقها ما شاء الله ما في كلام. او مثل ما اقول لك انا حايضه يعني مهرجانات قبل وجاهزه بنسبه كبيره واليوم بعد بنشوف منهم ان شاء الله في الفتره النسائيه منافسه قويه وعدل بعد الخير مقبل ان شاء الله في التنافس. نحن دائما اللي يثير عندنا الحماس هو التنافس ووجود هجن اشعارات اصحاب السمو والشيوخ في المحافل وخص في اشواط الرموز. يعني دائما اشواط الرموز لها رونق ثاني. انزين ونتمنى ان شاء الله نشوف التنافس والاثاره في ختامي الوثبه وفي ختامي المرموم اذا الله اراد. نتمنى نشوف رغد في الشوط المفتوح بسلامه. بتشوفها في الدوله يعني؟ نعم في الدوله. خلاص باقي ختاميين اثنين. لا انا اتوقع انها راح تشارك. تشارك المفتوح؟ بتشارك. وعند المؤهلات المقومات عندها ما تشارك. ليش؟ كمؤهلات وكقدره لا عندها كمؤهلات وكقدره عندها الناقه كفو وتقدر تشارك وتقدر تاخذ الرمز. طيب ليش تتوقع؟ لكن كاريحيه الناقه وكمستقبل للناقه مستقبلها في الانتاج وريحيتها في اشواط الانتاج. وهو وهم عندهم البديل عن رغد في الاشواط. ما عنده بديل. عندهم التزام ناقه سبوق وناقه دائما في الاشواط المفتوحه. نعم التزام دائما في الاشواط المفتوحه صاحبه رمز وثاني على الرمز وثالث على الرمز ورغد ناقه جمهور. التزام يذعه صدق عفوا عندهم مهمه لمسه ركضوها وعندهم غيرها من الشاب وعندهم ابابيل. أبابي صاحبة الرمز أمس في ميدان رأس الخيمة. نعم. وعندهم كثير من الحلال يعني السبق. فليش أنا أدفع بناقة سبوق في شوط والمعازيب الله يطول عمارهم حاطين لي في الشوط وشوطها يعني معروف وجمهورها يتمنونها في شوطها. شوطها شوط الانتاج. طيب. يستدعى الوضع وشافوا يعني الحلال ما في المستوى بيرفعونها في الشوط والناقة كفو للساعة. نعم. نروح لشوطنا الثالث الوسمي مع هجن الرياسة وسلطان محمد الوهيبي. توقيت الوسمي كان 12:38.6 بوهية والوسمي كان على أو بوسالم عفوا لأن بوهية سألناك بوسالم الوسمي وأداء الوسمي كان مميز وانتزع الشوط الثالث. والله هذا الركض اليوم طعمك احنا شفنا 8 أشواط لهجن العاصة وتكلمنا في أول موسم من هجن العاصة السنة مستوى حلالها الكبير وصحته طيبة. نعم. هجن الرياسة اليوم صراحة ما قصروا عندهم أفضل توقيت. عندهم أول 3 أشواط رئيسية شوط المهجنات والجعدان المحليات والجعدان المهجنات. الوسمي يعني ما شاء الله من الحلال النادر اللي من قام في بداية الشوط هو شاهين لهجن العاصفة. ولكن الصراع النبي أنا شفت في هالمهرجان لفت انتباهي الحلال تحت إدارة تضمير سلطان بن محمد الوهيبي. صحته زينة جبلته زينة ركضه زين ما شاء الله. شوف حتى هني الوسمي سلطان ما كلمه يمكن زقره بالسماعة يت الأوامر على قعود اسمه الشيخ راشد. نعم. يوم زقره في السماعة شوف القعود ما البعير ما شاء الله يسير من 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 سير أخوه اللي وراه. يوم دور عليه يمكن عند 100 متر الأخيرة بتلاحظون القعود خذ عمره وبريحية بعد ما يعني ما درى به الركض وتيمه جدا متميز 12:38. أنا مثل ما قلت لك حلال سلطان بن محمد الوهيبي اللي تحت إدارته ما شاء الله شفناه في الإذاع شفناه في اللقاية شفناه في المملكة العربية السعودية. شوف ما شاء الله يوم حركه في 12 و3 أجزاء من الثانية يعني القعود عنده اندفاعه. فحلال صحته زينة جبلته زينة ركضه زين. أتوقع السنة أن حلال سلطان بن محمد الوهيبي اللي تحت إدارته يكون له بصمة في أشواط الرموز على مختلف السن سواء كان في اللقاية أو الإذاعة أو الثنايا أو الحول. فهجن الرياسة احنا لو تكلمنا وهجن العاصفة هذه مؤسسات عملاقة لازم يا أبو خليفة تيب أفضل ما عندها في المهرجانات هذه. فهذا كله اليوم أنت تشوف الركض هذا سواء العاصفة والرياسة وهجن أصحاب السمو الشيوخ هذا كله تجهيز للختاميات الجاية. وفي الختاميات راح تتغير الحسبة وراح تشوف أشواط يعني ناريه من بدايه الستارت. ممكن الحين نشوف ان كسر التيم. نعم. عندنا الفتره الصباحيه وثاني افضل تيم وثالث رابع افضل تيم. يمكن في الفتره المسائيه في اشواط الرموز والختاميات يا ابو خليفه تشوف ان كلهم اشتغل اندفاع لتمهيد الطريق للهجن المعروفه والثابته وجودها في السن اللي كانت العام اذاعه والسنه الثانيه.
فحنا نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق وأداءهم كل الحلال يعني جدا متميز 24-23 أيضا اليوم بكر عند هجن البشائر إحنا نهنيهم على هذا الناموس أخواننا في سلطنة عمان نعم جابت 12-25 شوف الشوط الثاني الشوط التاسع أخواني نعم هجن البشائر بشائر تحت تضمير عبد الله بن طويرش الوهيبي نعم وهذه مؤسسة نعم مؤسسة صحيح وسلامة توقيت مميز ومؤسسة عملاقة وداخلة في عالم سباقات الهجن والمؤسسة هذه هجن البشائر تمثل جمهور السلطنة كافة ومحبين ومشجعين هذا الشعار وإحنا صراحة يا أبو خليفة يسعدنا يوم نشوف المؤسسات هذه كلها تركض مع بعض وتجمع مع بعض وتشارك مع بعض يعطي المهرجان رونق ثاني اليوم سبق يعطي انعكاس لنجاح المهرجان نعم المهرجان هو ناجح الله يطول عمر أبو راشد وتنعطي نعم أنت اليوم مليونك الأخوان يشاركونك من سلطنة عمان شوف هذا الشوط الحين هجن زعبيل هجن اسمه الشيخ حمدان بن راشد هجن العاصة هجن الرياسة بالشوط هجن البشائر شوف مخايل هجن الرياسة عند مبارك بن حمدون حمدون بن مايد عفوا شوف الشوط ممكن فيه فوق 30 ثنية أو 40 ثنية فهذه كلها مشتريات العام وعام تول نعم. فإحنا نهنيهم أنه مسرهم وسابقهم يوم يسبقون يفرحونا والسيد أسعد داعم ويشتري ويحث على دعم هذه الرياضة في السلطنة وخارج السلطنة وكثر من المضمرين يمكن شفنا فوق 10 عزب جديدة هذه المؤسسة فتحتها من السنة والعام ودعم هذه العزب بالمشتريات والحلال الطيب يعطي نتائج أن في السنين القادمة يا أبو خليفة راح تشوف هذه المؤسسة راح تكون لها تواجد وحضور في أكبر المناسبات وفي الختاميات في أشواط الرموز يعني العام شفنا احنا مشاركتهم غير والسنة نشوف مشاركتهم بعد غير شوف ما شاء الله بن طويرش بعد عندك أمس بن 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 من اسمه سبج في اللقاية بعد بن نظيم الثاني علي بن محمد أو من يعني واحد ينيبي ممكن فوق 10 والله ما يحضرني أساميهم لكن يعني من خيرة الشباب المضمرين في السلطنة حطوا تحت إدارة هذه المؤسسة فحنقول الله يوفقهم إن شاء الله إن شاء الله نشوفهم بعد المحافل وفي الرموز وفي الرموز وهم بيروحون في الرموز يعني إن شاء الله. نشوف بدايته بداية خير يعني هذا عبد الله بن طويرش يعني مسماه سفير السلطنة في عالم سباقات الهجن معروف مضمر وله باع طويل في هذا العالم يستاهل نعم أبو محمد وصراحة يعني اختيار موفق لهجن البشائر بوضع هذا المضمر في هذه المؤسسة ونشوف هذه الإنجازات اليوم سواء كان في السلطنة أو في دولة الإمارات أو في المملكة العربية السعودية فنتمنى لهم إن شاء الله التوفيق نعم اللحظات الأخيرة أبو سلامة والشوط التاسع مثل ما شفناه وهجن البشائر أبو سلامة انعكاس مشاركات المؤسسات الكبيرة والشعارات العملاقة لهجن أصحاب السمو الشيوخ في أي مهرجان هو مكسب لملاك الحلال بحكم تواجدهم في أي مهرجان المردود الاقتصادي المردود المعنوي هم دعم طال عمرك للملاك تواجدهم طال عمرك بالشعارات المختلفة سواء من المملكة العربية السعودية أو من سلطنة عمان أو مشاركة يعني كل أبناء دول أخواننا في الكويت مشاركتهم في دولة الإمارات بشعارات المختلفة لأصحاب السمو الشيوخ إنما هو دعم معنوي طال عمرك لكل ملاك الهجن وفما بالك أبو خليفة تحقيق الانتصار والمشاركة طال عمرك في هذه الأشواط وفي هذا المهرجان اللي باسم سمو الشيخ حمدان بن محمد هجن السلطنة طال عمرك هجن غنية عن التعريف لها ماضي عريق إنجازاتها طال عمرك على مستوى الشيوخ أو على مستوى أبناء القبائل نحن من استوينا نحن وعمان بلد وحدة دائما وناموسنا وركضنا ومشاركاتنا داخل الدولة يعني ما نعتبرهم يعني غرب علينا بالعكس أخواننا وتواجدهم ما بيننا يفرحنا أكثر وخص يوم يحضرون عندنا في المهرجانات اللي مثل هذه يثري الساحة مردود اقتصادي مردود معنوي نفرح بيئتهم طال عمرك حتى يعني بقولك من فترة طويلة المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ذراه يعني دائما كان
في حضوره في تواجده في المهرجانات دائما برقيات طال عمرك لحضور حكام دول الخليج ودائما حضورهم يشرفنا ودائما حضورهم رسمي وفي مثل هذه المهرجانات طال عمرك يعني اجتماعهم عزلنا وهذا طال عمرك يعتبر أكبر نجاح لكل المهرجانات اللي تنظم داخل الدولة. نعم أبو حمد مهرجان ولي العهد شهدنا توقيتات مميزة في هجن أبناء القبائل وشهدنا كذلك توقيتات مميزة في هجن أصحاب السمو الشيوخ الفوارق وما السبب أن نشوف تألق التوقيتات في هجن أبناء القبائل أبو خليفة احنا التوقيتات ركض مجملة بشكلها العام كل سنة عن سنة يفرق وفي مهرجان ولي العهد بالأخص نشوف تواقيت متميزة عن السنوات اللي سبقتها أول شيء الأسباب اللي تخلي التوقيتات يكونوا متميزة زيادة خبرة هل الهجن تعديل السلالات سنة عن سنة السلالات في تطور مستمر الخبرة في تطور مستمر الخبرة تحمل جميع النواحي سواء من تدريب من رياضة من أكل من علاجات من جميع النواحي اثنين توقيت المهرجان في شهر اثنين هذا التوقيت أول شيء الجو يساعد ثاني شيء ركاب واصلات قمة جهوزا لا يعني في الموسم كامل توصلنا ركاب جهوز لحدها الأقصى وخلاف يبدأ نزولها لين آخر الموسم لكن في الوقت الحالي احنا واصلين ذروة السنام في الجهوز ركاب واصلات جهوزا كامل من سن الحقائق لين سن الحول مشاركات في مهرجانات سواء في الحقائق واصلات مسافة الأربعة في اللقائق واصلات مسافة الخمسة أكثر مرة في الإذاع واصلات مسافة الستة أكثر من مرة في الثنايا والحول واصلات مسافة في الثمانية أكثر من مرة ومشاركات وخاضا ختاميات وخاضا محك ودخلا في زحمة ودخلا طول عمرك في مشاركات نعم. ثانيا طول عمرك تحمل من ميدان لميدان ترى تحميل هذا الروح طول عمرك تجهيز للركاب مخالطة الركاب ومحك عندهم في الأشواط هذا الروح طول عمرك يجهز مطية اللي شاركن داخل الدولة وخارج الدولة جهوزنا أكثر بيكون فاليوم نحن نشارك في قمة جهوز الركاب فتوقع منها التوقيت توقع منها الحضور الطيب توقع منها التيمات اللي هي كسر التوقيت عن السنوات الماضية وبعدين أبو خليفة اليوم الركاب طول عمرك احنا ذاك اليوم يوم نتكلم في سنة اللقاية قلنا في سنة من السنين يوم كسرت حفلها توقيت الثمان قلنا الثمان راحت نعم وعقبها وصلنا لين سبع وثانية صح. من الثمان تأصل الحلال نعم تأصل الحلال الخبرة تغيرت يعني انت اليوم عندك في الشوط العاشر شفنا بنت عمار سابقة اليوم الشاهنية احنا كنا بنتكلم عنها بنت اليوم سليماني سابقة الشوط العاشر وانتاج العام الشوط العاشر استاذ عادل الشوط العاشر العاشر العام الماضي شاركت هني في نفس المهرجان وسبقت نعم. وخذت سيارة وفكوها نعم بأوامر من سمو الشيخ حمدان محمد ما يكسر يعني أعمار الأعمار هذا طول عمرك خليفة أعمار نعم ما يكسر تيم أعمار الأعمار أو بكر قال منها نعم هذه خليفة أعمار أو بنت أعمار هاي بنت أعمار شو أبوها سليماني من سليماني. هجم العاصفة شوف الناقة هاي طعم كم هي عمار ناقة سبوق يابت سبوق ويابت ناقة بكرة نادرة وطيبة والعام ركضوها هني في المهرجان وفكوها والسنة توقيتها مميز نعم يابت 25 أتوقع نعم 25 ومرهي بعد على السوق ناقة مرهية ومحافظين عليها يعني غياث الهلالي والإدارة اللي عنده وسيدي اسمه الشيخ حمدان بن محمد محافظين على الناقة ليه ما وصلت هذا السن ولا يركضوها إن شاء الله نشوف ناقة سيوف إن شاء الله إن شاء الله الناقة ما فيها كلام تشابههم هالناقة مرة حتى ركضها تم أربعها شوف طيبة يعني طيب يجيب طيب يا أبو خليفة صح ما... بس إن شاء الله إنه يبرقعونها أنا أبغي البرقع الله برقع هجن العاصفة برقع عمار أبو حمد ما جاوبتني سؤالي في إن شفنا التوقيت يعني أنت رديت وجاوبت بجواب عام لا نعم. أنا أبغى جواب محدد التوقيت في أبناء القبائل شفنا أفضل عن منافسات أصحاب السمو الشيوخ شو السبب؟ أصحاب البيع أبناء القبائل أبو خليفة ركابهم مشاركات أكثر من مشاركات ركاب الشيوخ الجهوزية نعم الجهوزية لا عفوا بغير السلامة بس ركابهم أجهز ومشاركات في كل دورة
وطول عمرك العام البدوي واقف عن طيته على الصغيرة والكبيرة ويجهزها من يوم عادها في طيمة ولا كانها السنة كانها عنده وشاريها واقف لها طول عمرك بعنايته بترتيبها بكل شيء وجاهزة أكثر من جهوز أصحاب السمو الشيوخ. احنا في هجن أصحاب السمو الشيوخ متى أول محك يعتبر عندنا داخل الدولة؟ هذا اليوم أول محك مهرجان ذي لهجن أصحاب السمو الشيوخ في داخل الدولة. احنا نتكلم أول محك لها الكابعة كثرة مشاركة يزيد جهوزها الكابعة البناء القبائل مشاركات داخل الدولة في جميع في أكثر من ميدان مشاركات خارج الدولة جهوزها أكثر من أجهز من الكابعة الشيوخ. شو رأيك؟ عندي إضافة بسيطة لنظرة سمو الشيخ حمدان بن محمد هي السبب الرئيسي في تسجيل أصحاب أبناء القبائل لهذه التوقيتات. بتسألني أبو خليفة بتقول لي كيف أبو سلامة؟ بقولك إلغاء الفحص المسبق سبب أساسي، يعني أنت غيرت بروتوكول ونظام المعمول فيه في السابق. إزالة الفحص المسبق هو سبب رئيسي في أبناء القبائل في تسجيل التوقيتات اللي هي مقاربة لتوقيتات أصحاب يعني أصحاب الفحص المسبق أهم عن الجهوزيات والمشاركات. لا الجهوز بإضافة للجهوزيات هو أحد الإيجابيات اللي خلت أبناء القبائل طال عمرك يسجلون هاي التوقيتات. هي تقارب مستوى هجن الشعب مع هجن أصحاب السمو والشيوخ من ناحية الكيف ومن ناحية النوعية ومن ناحية التوقيت. بتقول لي كيف من ناحية الكيف؟ يعني سمو الشيخ حمدان بن محمد بهذه الطريقة يستطيع أن يظفر بندار الحلال بمقارنة بتوقيتات هجن أصحاب السمو والشيوخ. الحين الكل يتساءل ليش اليماعي يكسرون تيم الشيوخ؟ لو يعني هذه خطوة إيجابية طال عمرك لمعرفة النوعية اللي تحتاجها المؤسسات لخوض غمار المنافسة في رموز الشيوخ. يعني أنت على سبيل المثال الحين تتكلم عن مشتريات سمو الشيخ حمدان بن محمد، يعني سموه باكر إذا انتقلنا إلى مركاض الوثبة، يعني هل السؤال اللي يفرض نفسه هل راح نشوف من مشتريات سمو الشيخ حمدان بن محمد من الحلال اللي خذه في ولي العهد أو كان في المهرجانات اللي قبل وحاصدات على أشواط الرموز تستطيع أنها تحصد رمز على مستوى هجن أصحاب السمو الشيوخ؟ هذا السؤال يفرض نفسه. إذا تحققت النظرية وسبقت مطية طال عمرك مأخوذة من الشعب ثق تماما بأنه على خطط وعلى دراية وعلى بعد نظر وعلى حكمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد، لأن النقطة هذه هاي النقطة صارت من قبل ترى صارت كثير نادر كثير نادر. يعني أنا بقولك يعني لكن أنت الحين تبى مطيس وأنت الحين سؤالك كيف استطاع هجن أبناء القبائل أن تسجل توقيتات أفضل عن توقيتات هجن أصحابه؟ الأول في فحص مسبق، الفحص المسبق قبل ركض بخمس. قلت إلغاء الفحص المسبق سبب رئيسي. نعم. غير. نعم. شو من السبب؟ السبب طال عمرك أنت الحين التيم هذا أمس كم ياب قعود بمرخان؟ كم تيمه؟ كل تيم البكار. ياب مثل تيم البكار، هذا التيم ما كنت سجل في تاريخ سباقات الهجن تيم في على مستوى الشعب. نعم. تكلم عن نايف. نايف نعم هذا التيم. نايف حالة خاصة حالة نادرة. يعني ثلاث ومفوض إلى الآن. ومفوض نفس يعني. طيب. مفوض كذلك اتكلم عن تيم 13 لأبناء القبائل في شوط مفتوح لأول مرة إن ما خانتني الذاكرة يمكن أفضل توقيت مسجلت إنها بكرة محمد راشد بن قدير اللي ماخوذه من عند بالعضيلي اللي ماخذ السيف هني في المرموم، ما هي صاحبة أفضل تيم على مستوى 12 و15 يابه توقيت. اليوم البارحة شفنا 13 وبعدك في شوط في أشواط الحول راح تشوف توقيتات. أنا أقول لك هذه رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بإلغاء الفحص المسبق سجلت التوقيتات هذه، ولا التجهيز كل سنة العالم كلها جهز صبت وكان يعني طريقة إيجابية وشفنا التنافس. يعني ما بقول لك أفضل عن التنافس، كان في تنافس. طيب في السابق أنت تقول إلغاء الفحص سبب مسبق صح؟ تغيير والتجهيز مش سبب، مش سبب لا لا سبب سبب إضافة إلى تجهيز الحلال وذروة. هي نعم هو إلغاء الفحص المسبق. شو رأيك بحمد؟ هو إلغاء الفحص المسبق أحد الأسباب نعم. لكن طول عمرك التجهيز كذلك سبب نعم رئيسي. هو سبب أنا اليوم أنا وأنت وكل واحد أنا اليوم أفضل من أمس بكرة أفضل من اليوم. إخواني
انت سلام يقول سبب رئيسي الغاء الفحص وانت تقول سبب رئيسي التجهيز كل الاسباب ساعدت على عفوا ابو خليفه سبب صحيح جزء منه انه الغاء الفحص لو شلوا الفحص بشكل كامل انت في خاطرك لو شلوا الفحص النهائي اللي هو بعد الشوط كم بيكون توقعاتك؟ ما تتوقعون هذه خطوه كم توقعاتكم ما تتوقعون هذه خطوه استباقيه لانك تشيل الفحص كامل نبدا المسبق ومن بعدها افرض السالات انت كم بتوقع بيجيبا يعني لو شلوا الفحص كامل يوم الحين طول عمرك كسروا التواقيت بسبب فحص مسبق مثلا بنقول اذا كان هو السبب الرئيسي اذا شل الفحص بشكل كامل توقيت بيكون افضل بافضل 12 و6 بيجيب انت كعزبه رئيسيه كعزبه رئيسيه مثلا مؤسسه المؤسسه دائما اذا ما تبغي تاخذ سبوك تاخذها بناء السبب الرئيسي شو اهم شيء عنده الدافع الاساسي اللي مشترى المطيه التوقيت الزمني لان هذه المطيه مؤهله انها تاخذ رمز بهذا التوقيت او لا اذا المطيه ما هم مؤهله طيب. انها تجيب التيم هذا ما حد بيشتريها وايد حلال يسبق طيب بو سالم الغاء الفحص المسبق سبب رئيسي مثل ما قال ابو سلامه التجهيز في المهرجانات سبب رئيسي مثل ما قال ابو حمد معاهم ولا عندك سبب رئيسي اخر ابو خليفه اول شيء الفحص المسبق له دور ثاني شيء ندر الحلال اللي شفناه على الساحه الرياضيه تواجد في ميدان المرموم ثاني شيء طعم خيره الحلال هذا الوجد اليوم عندك انت مثلا مثل حربه ناقه سعيد يابر تتوقع انت سعيد يابر امس كم اشتراها من عند بالمناله ناقه امس جايبه 12 و25 على شوط الشبابيه في مهرجان جائزه الزايد الكبرى ناقه شهر 12 تيب 12 و25 تيمها الروح 12 و25 كم تتوقعها اليوم بتيب في مهرجان مثل مهرجان الشيخ حمدان بن محمد وفي ذا الوقت طبيعي يعني طبيعي التيم انه بينزل 10 ثواني طيب طبيعي التيم نزل اكثر من 10 ثواني اكثر 10 ثواني ناقه سبوق محضره يا ثلاث على الرمز ورصيدها جوائز والجائزه ايضا السنه اللي وضعها الشيخ حمدان الله يطول عمره اجبرت جميع ملاك الهجن يعني تقول انت الجائزه اجرت جميع ملاك الهجن انهم يشاركون بخيره حلالهم فيها السبب الرئيسي الجائزه والفحص المسبق مثل ما قال ابو سلامه له دور والتجهيز طيب. واليوم انت تحط لي 1.5 مليون على المركز الاول وتحط لي 3 مليون على الحول فكيف انا ما بشارك بخير حلالي انا اليوم طعمك اشتري وبيع واشتري وجائزة غالية يعني أمس مثل عندك سعيد يابر مثلا سعيد يابر طعمك صمم أنه مهرجان مثل مهرجان ولي عهد دبي ومعزبة أنه لابد أنه يكون له وجود كيف له وجود وجود له طعمك يوم يشتري لو ما اشترى سعيد يابر هل بيوصل هالمرحلة أبو خليفة عندي تصحيح قزوين صاحبة السيف هي صاحبة أفضل توقيت زمني سعر. نعم بتوقيت زمني وقدره 12 و11 نعم على مستوى الشعب أفضل توقيت زمني سجل في تاريخ سباقات الهجن من مسافة 8 كيلو يوم تأخذ السيف هنا في دورة المرموم 12 و11 نعم للتصحيح قزوين ملك محمد راشد بن قدير أبوها شاهين السودي شوف قزوين لو هي صفوت في الركض لا تكسر التيم لكن قزوين ما بصفوت في الركض نعم طيب بوهاية وياهم خذ سبب وسبب وسبب وتجمعها كلها وصبها في سله واحده واعطنا انا من عندي هنا شو انت في نظرك اي سبب فيها؟ كل الاسباب وكل الطرق تؤدي الى روما نحن في المرموم انزين المهم تقول تؤدي الى المرموم لا تقول تؤدي الى المرموم الحين خلاص نعم. عندك اجتماع النوعيات وندر الحلال موجوده جهوز الحلال موجوده مضمرين اكفاء موجوده عزب رئيسيه موجوده الغاء الفحص اعطاهم عد مفوض قعود بن قحيد في الوثبه ياب 12 و35 في جائزه الزايد الكبرى نعم في اول بدايه الموسم نعم امس ياب 12 و18 يعني كم نزل من تيمه؟ حول ال 10 20 تقريبا 35؟ 35 لا نزل 18 18 شوف لازم اوريدي انه بينزل انه جهود عندك انت ياك شهر واحد والحين في شهر اثنين دليل على شو ابو سالم دليل على الجهوز نوعيه جهوز نعم ونوعيه جهوز طيب ونوعيه طيبه والجائزه مغريه يعني اليوم انت يوم بتركض في مليون نعمه طيب الغاء الفحص المسبق في تصريح لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم قال ان هذه الفكره اتت من جميع الرياضات في الجري في سباقات الخيل ان ما في فحص مسبق وبالتالي
نحن أجرينا هذا القانون على سباقات الهجن العربية الأصيلة. تتوقعون يا إخواني راح نشوف كل المهرجانات بنفس النظام؟ ما في فحص مسبق. احنا نتمنى من سموه ان المهرجان الختامي هو ختامي المرموم، ان سن الثنايا والحول لا يكون فيه فحص مسبق ولا عقب مسبق. صحيح، الغاء الفحص بشكل عام على سن الثنايا والحول يكون ما في فحص مسبق، كل ياخذ جايزته ويتوكل على الله. اما سن بدون فحص والله نتمنى. هذه بتسبح لاول مره في العالم. والله هذه بادرة. طيب احنا مشينا بالالغاء الفحص المسبق مثل ما قال سموه، ان احنا هذه يوم اليوم انت بتسوون شيء جديد، تطالبون بشغله جديده. انا بقول لك حاجه، دائما المؤسسات نادر ما تشتري في سن الثنايا والحيل، نادر ما تشتري. عندك المشتريات من لذاع واللقايه والحقايق. شوف انا هني بركز وبفحص في الحلال هذا لاني ابغى اشتري منها، اما في الثنايا والحيل بخلي الركض بهيوه. كل حد له وجهة نظر ونحترم وجهة نظر أبو سالم بوهي، لكن الفحص نطل. لا والله خير أن يتم الفحص، ركاب يروحنا ما يروح. لا والله بيروحنا أبو سالم. لا والله الفحص أنه أبرك الحين فحص، وأنت شليت الفحص المسبق منهم كيف متساوي صحيا وإنسانيا وكذلك. لا 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 بو صحيح، علاجات مكملات. لا والله في فرق في العلاجات، في فرق اللي انت طالب يعني شيء يعني اعطى شيء ما ينعطى. وبعدين طول عمرك بيون بتشوف شوط الرمز بيت الايمون، طول عمرك من كل كاد ربك بعالجها بخافات سبق. لا يا ابو حمد نحطه رمز ولا فحص مسبق ولا غير مسبق. لا والله فحص ابو سالم، احنا صرنا في الكبره والركاب السبجن عندنا في الكبره، هن طعمك السبجن عندنا في مهرجان ولي عهد. لو ما مشلوا الفحص شلوا المسبق هني، وهن نفس الركاب السبجن عندنا هناك، هن الشاركة هني وسبجن، وان شلوا الفحص كامل هن الركاب نفس اللي سبجن هناك وسبجن هني، هن اللي بيسبجن. لا بعد الحين يوم الفحص موجود العرب يحاسبون على حلاله، يحاسبون ما ابغى لهن شيء يضر. في شيء بسيط، مفروض ان الانسان اللي بيركض يقيم ذلوله. اذا اليوم انا ذلولي ما تقدر لشوط الرمز ولا تقدر لشوط العاشر في السياره، ليش انا 4 انت بتقيم غيرك ما بيقيم بيه. لا كل راعي مطيه يقيم ذلوله. هاي وجهه نظرك بو سالم صح، وجهه والله نظرك. انا هذه وجهه نظرك ابو حمد بعد وجهه نظره احترمها، لا تحاول تعايي في وجهه نظره. لا انا معاي وجهه نظر وانا ويا الريال هذا بعد انا اقول ما يلغون الفحص بعد الشوط. قبل الشوط مشكله، قرار كان صحيح وسليم. شو رايك بسلام؟ اتحفظ بسلام. اول مره يتحفظ ليش اول مره يتحفظ؟ على المخرج يقول لي كم، قلت له خلص 6 دقائق حق بسلامه يعبر عن شعوره. اول مره سجلوا عندكم في البرنامج بسلامه يتحفظ عن الجواب. ليش تحفظ؟ لان ثق تماما بان سمو الشيخ حمدان بن محمد الشيء اللي في صالحنا راح يحطه قدام، لان احنا نطالب ونتكلم فيه. صح، الله يطول في عمره. شكرا ابو سلامه. نعم. شكرا ابو حمد. نعم. شكرا ابو هيه. نعم. شكرا ابو سالم. ابو هيه انت باكر مرخوص الله عليك. لا بنزير الغرب. بنزير الغرب سلامه باكر. نحن وين الدار اللي مستغلين مستغلين عن خدماتك مؤقتا في حلقه واحده. الدار اللي منها التمر وين قال؟ خنور. إيه نعم. في سلال الرطب والتمر شو موضوع؟ شوف خنور بعد باكر. بكلمك حاجة، خنور ما تنشد عن خنور. خنور تاريخ. خنور يوم الحرب مذكور. إيه. ومعروف يعني الحصن حتى فيها من أكبر حصون الظفرة والإمارات. يا لعمار يا لعمار. نذهب لانطلاقة أشواط المساء لهجن أصحاب السمو الشيوخ وسن الثنايا، السن الرائع وبداية سن الكبار مع منافسات الشيوخ.
يحرلك مركب وطلعات عزمك يروض كل كايد سموك فزاع الإمارات انك على الفزعات رايد عليك من زايد علامات هادي علوم عيال زايد وعليك من راشد مسارات مدارها روس النوايد يا حبلك مرجع Bye.